السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. سأريكم يعني طريقة تشغيل الانترنت باستعمال يعني السيم كارد او شريحة الاتصال في حاسوبك. بطبيعة الحال هذا الشرح هذا يعني سيعمل على جميع الحواسيب التي يعني تدعم بطاقة السيم. طبيعة الحال إذا لم يكن يعني هاتفك فيه مكان مخصص لشريحة الاتصال فهذه الطريقة لن تعمل، وستضطر يعني إلى شراء مودم يعني أو ربما تشتري روتر مودم الخاص بالشرائح. المهم هذا موضوع آخر. إذا بالنسبة للحواسيب التي فيها الشرائح هذه فستستطيع تشغيل الانترنت عبر اتباع هذا الفيديو ان شاء الله. اذا اول شيء سنحتاج يعني الدرايفر الخاص بهذا المودم داخل الحاسوب. فالقارئ هذه الشريحه هذه فهو يعني عباره عن مودم او موديليتر، يعني سيحتاج بطبيعه الحال الى درايفر او تعريف. فبالنسبه لحاسوبي فالدرايفر فهو يعني ياتي يعني يعرفه الويندوز مسبقا، لكن يمكنني تحميله من الموقع الرسمي وتثبيته وسأريكم ذلك. فإذا وجدت يعني إذا ضغطت هنا يعني في علامة الواي فاي، إذا ضغطت هنا ووجدت يعني هذا الخيار يعني موبيل وهذه العلامة الخاصة بالنتورك، يعني فالدرايفر مثبت وليس لديك يعني أي مشكل. لكن إذا لم تجد هذه العلامة هذه فمن الأحسن أن تطبق يعني الأمور التي سأشرح لك وتقوم بتثبيت الدرايفر، وسنقوم بطبيعة الحال بإعادة تشغيل الحاسوب وستجد هذه العلامة وستعمل معك إن شاء الله. إذا بالنسبة للدرايفر فيجب تحميل الدرايفر الخاص بحاسوبك. كيف سنعرف الحاسوب الخاص بنا؟ فبطبيعة الحال كليك يمين هنا ثم يعني ران ثم نكتب هذا الأمر dxdiag ثم أوكي. بعد ذلك لاحظوا معي هذا هو الحاسوب الخاص بي لينوفو وهذا هو السيستم موديل، لكن بالنسبة لي أنا أحب يعني أن أبحث ب يعني بسيريال نمبر. كيف ستجد السيريال نمبر الخاص بحاسوبك؟ ستأتي إلى مربع البحث الخاص بك في يوتيوب ثم تكتب سيريال نمبر مصاري أو مصاري حكيم كيفما كان الأمر هكذا، وستجد يعني هذا الفيديو هذا الفيديو الأول. سنحتاج يعني إلى واحد الكوماند، سأقوم بإيقاف الفيديو ثم يعني سنأتي إلى هذا الأمر هذا هو الذي يهمنا. ثم سنقوم بنسخه ثم سأتي إلى ستارت ثم سأكتب CMD ثم سأبحث يعني عن السيريال نمبر. إذا هذا هو السيريال نمبر، سأقوم بنسخه هكذا، هنا قمت بنسخه ثم سأتي إلى جوجل ثم سأكتب يعني لينوفو يعني على حسب حاسوبك لينوفو درايفر، ثم سأدخل إلى الموقع الأول. طبيعة الحال إذا كان لديك HP ستكتب HP درايفر ديل درايفر، المهم على حسب الشركة الخاصة بحاسوبك. لكن السيريال نمبر فهي نفس الطريقة، يعني الطريقة التي قمت بها هنا فهي نفس الطريقة تقوم بأخذ هذا السيريال نمبر هذا. ستحتاجه لماذا؟ لكي يعني تبحث عن الدرايفر الخاص بحاسوبك مباشرة، يعني ستكون مرتاح. سأضغط على View PC Support ثم هنا يعني أقوم بإدخال السيريال نمبر. إذا لم يعمل معي سأقوم بإدخال يعني أي حاسوب كيفما كان، يعني مثلا T490 فحاسوبي هو T490 هو هذا. يمكنني يعني القيام بهذه الطريقة هذه فهي تعمل، لكن أنا دائما أحب يعني أن أبحث يعني عبر السيريال نمبر. إذا سأقوم بلصق السيريال نمبر هنا ثم سأضغط على Enter. طبيعة الحال سنجد المعلومات الخاصة بحاسوبي. إذا هذا هو الحاسوب الذي يعني أمام أيديا، ويعني أنا متأكد بأنني سأقوم بتحميل الأمور كما هي. طبيعة الحال فهو أوت أوف فارنتي. سأدخل إلى درايفر وسنختار طبيعة الحال المانيوال أبديت. لماذا؟ لأننا نحن نبحث عن درايفر خاص بنا. وطبيعة الحال هنا سأترك الويندوز 10 والأمور الأخرى فستبقى كما هي. إذا سأبحث غالبا في النيتوركين يعني الشبكات. سندخل هنا لنكتشف وسأبحث هل توجد هنا أم لا. لا توجد هنا، يعني فقط يوجد لان الوايرليس
دوك والان اذا لا توجد هنا، اذا ساقوم بالعوده وسابحث في هذا المكان هذا، يعني هذا الوان. جيد، اذا لقد وجدته هنا. لاحظوا مع سييرا وايرلس ام سوفتوير فور ويندوز. هناك بعض الحواسيب فيها الهواوي، هناك بعض الحواسيب يعني فيها موديلات اخرى، لكن يعني هذا هو الوان الخاص بالدرايفر الوايرلس وان، غالبا يسمى الوايرلس وان. اذا بالنسبه لي فانا اعرف مسبقا ان حاسوبي فيه سييرا وايرلس، ساقوم بتثبيته. لكن بالنسبه لك اذا لم تعرف هل فيه سييرا وايرلس او هواوي ام 90، فستقوم بتحميل هذه الدرايفرات هذه كلها، ستقوم بتحميلها وتقوم بتثبيت واحد تلو الاخر الى ان يعمل معك، يعني الدرايفر، الى ان تجد الدرايفر الذي يعطيك هذه الخانه هذه. بالنسبه لي انا اذا ضغطت هكذا وذهبت الى جو تو سيتينجز، فلاحظوا معي فساجد هنا في يعني في ادفانسد اوبشنز ساجد يعني سييرا وايرلس، وهذا هو الموديل الخاص بها. دن وطبيعه الحال يدعم هذا يعني الاو ام تي اس اتش بي دي ا والال تي يعني الفورجي، هذا هو الايماي الخاص بها. اذا فقط يعني لكي تفهموا، اذا ساقوم بتحميله من هنا هكذا، ثم ساضغط على الداونلود من هنا. انا بالنسبه لي لقد قمت ب يعني تحميله وتثبيته، فالامور يعني الجميع يعرف التحميل والتثبيت. عندما تقوم بالتثبيت ضروري ان تقوم باعاده تشغيل الحاسوب، ويجب ان تظهر لديك يعني هذه الخاصيه هذه هنا، وكذلك يجب ان تظهر هنا، يجب ان تجدها هنا يعني موبيل بالانجليزيه. اذا بعد ان تقوم بتثبيت الدرايفر وكل الامور يعني شغاله، الان سناتي الى مرحله ادخال بطاقه السيم ويعني الاعدادات الخاصه بالشبكات حتى تعمل الانترنت. اذا ساقوم بفتح الشريحه الخاصه بالسيم كارد هكذا، ثم يعني ساقوم بتركيب السيم كارد هنا، يعني على حسب المكان المخصص لها في حاسوبك، يعني كل حاسوب والطريقة الخاصة به، لكن على العموم فهي يعني نفس الطريقة كنفس الشيء يعني في الهاتف. إذا سأقوم بتركيبها هكذا، ثم نمر إلى الحاسوب. إذا كما تلاحظون فلقد اشتغلت يعني بطاقة السيم مباشرة بعد يعني أن قمت بإدخالها. كما تلاحظون فمكتوبة هنا ماروك تيليكوم نسبة يعني إلى الشركة أو يعني الشركة المزودة لخدمة الإنترنت بالنسبة لهذه الشريحة. طبيعة الحال فهذا الحواسيب فهي مجهزة بقارئ يعني جميع أنواع الشرائح كيفما كان البلد، يعني يكفي أن تقوم ببعض الإعدادات إذا لم يقم يعني بها يعني الموديلاتور يعني بشكل أوتوماتيكي. لكن يعني قبل أن أبدأ يعني بشرح بعض الأمور، فبعض الحواسيب يجب أن تكون منطفئة ثم تقوم بتركيب السيم لكي تشتغل. بعض الحواسيب يعني يجب تركيب السيم وإعادة تشغيل الحاسوب حتى تشتغل. أنا بالنسبة لي يعني تشتغل مباشرة، أو يعني بعض الأحيان أقوم بفقط يعني أقوم ب الفلايت مود، يعني المود أفيون بالفرنسية، اختار هذا النظام هذا القاطع هذا، يقوم بقطع جميع وسائل الاتصال، ثم يعني بعد ذلك اقوم كذلك يعني بغلقه هكذا، ثم يعني تشتغل معي البطاقة. لاحظوا معي فيعني ستتأخر شيئا ما، ستتأخر شيئا ما. طبيعة الحال الواي فاي فهو انا لست متصل باي واي فاي، لكن ساقوم باطفائه حتى تتأكدوا. الان لدي يعني فقط الموبيل يعني الخاصة ببطاقة السيم هي التي يعني تشتغل، وسننتظر يعني الى حين ان يجد يعني الاتصال بالمزود الخدمة، ثم ستأتي ان شاء الله الانترنت. لاحظوا معي فلقد بدأ يعني يبحث عن الانترنت، ها هو لاحظوا معي قد بدأ يبحث عن الانترنت. جيد، اذا لقد اتصل بالانترنت بشكل اوتوماتيكي، لم اقم يعني بادخال اي اعداد، لكن ساريكم كيف تقومون بادخال الاعدادات او يعني الاب بي ان الخاص بكل شركة. اذا سنقوم بكتابة حكيم المصاري فقط لكي نتأكد. جيد، اذا الامور تعمل بشكل جيد، هذه هي القناة الخاصة بي. وبطبيعة الحال فخفة الانترنت فعندها علاقة بسميتو يعني بالنتورك، يعني
قوة الشبكة إذا كان يعني منزلك يعني فيه تغطية جيدة بالنسبة للشبكة الخاصة بتلك الشريحة فستكون طبيعة الحال الانترنت قوية. أما إذا كان يعني السينيال ضعيف فطبيعة الحال الانترنت شيئا ما ستكون بطيئة. وبالنسبة للإعدادات فإذا لم تعمل معك يعني قام بالحصول على الشبكة لكن إعدادات 4G لم يتعرف عليها يعني الموديوليتر يعني الموبيل فستضغط كليك يمين هنا ثم تضغط على Go to Settings ثم بعد ذلك يعني ستأتي إلى Advanced Options. إذن هنا فلاحظوا معي الـ APN Settings هنا نقوم بإدخال الإعدادات الخاصة بمزود الخدمة. إذن بالنسبة للإعدادات التي لدي أنا فلم أقوم بإدخالها يعني Default APN قام يعني الموديوليتر بإضافتها لنفسه ويعني تعمل بشكل جيد يعني حتى لو ضغطت على View فيعني أجد طبيعة الحال أنه قام بإدخال الـ APN الخاص باتصالات المغرب لوحده. هذا شكل جيد يعني لمن يسأل يعني كيف تمت هذه العملية ف يعني الشركات الآن أصبحت تعمل بالبروفيزيونيد بروفايل. البروفيزيونيد بروفايل يحصل عليه يعني الموديوليتر الخاص بحاسوبك يحصل به من يعني السيرفرات الخاصة بتلك الشركة يعني يتم توزيع هذا الـ APN عبر الساتليت القريبة من منزلك يعني طبيعة الحال عبر السيرفرات والخوارزميات الخاصة بذلك. لكن في حالة ما إذا كانت يعني الشركة الخاصة بك لا تعمل بهذا البروفيزيونيد بروفايل فأنت ستضطر إلى إضافته يعني مانيول بشكل مانيول عبر الضغط على زائد ثم هنا ستسميه مثلا يام. أنا بالنسبة لي لدي اتصالات مغرب هنا قم بتسميته أي شيء أو أورانج أو إنوي على حسب الشركة التي لديك في بلدك أو موبيل زين على حسب الجزائر. أنا بالنسبة لي لدي اتصالات ثم بالنسبة للاتصالات هو هذا www.yam.gprs.ma. اذا باليوزر واليوزر نيم جميع الاعدادات تتركونها يعني بدون تغيير فقط الـ APN هو الذي يهم يعني يهم. بعض الاحيان قد تختار يعني اعتقد type of CNN info اذا كانت يعني الشركه يعني تفرض بعض البروتوكولات من تختار البروتوكول لكن غالبا تختار نون فيعني يعمل بشكل جيد. تضغط على السيف وبطبيعة الحال تركت هذه يعني تركتها يعني هكذا لكي يتم اختيار البروفايل الجديد. لاحظوا معي فالآن أنا أعمل بالبروفايل الجديد والإنترنت تعمل بشكل جيد. لاحظوا فهو يعني هو أبلايد. إذا قمت بالعودة إلى كذلك البروفايل القديم يعني الأوتوماتيك فستعمل كذلك. لاحظوا معي سيبحث عن الإنترنت. جيد لقد يعني وجد الانترنت. إذن هذه هي الطريقة التي يعني يجب عليك أن تستعملها يعني يبقى فقط أن تبحث على الـ APN. ستكتب APN Maroc Telecom APN Orange APN Inui APN الشركة الخاصة بك وستقوم بكتابته هنا وطبيعة الحال تترك هذا الخيار ثم تضغط على السيف وسيتم الاتصال مباشرة. إذن أعتقد هذا كله ما يخص بالنسبة لهذا الأمور الخاصة ب يعني إعدادات الـ 4G أو الـ LTE الخاصة بالبطاقات السيم بالنسبة للحواسيب فهي يعني نفس الإعدادات الخاصة بالهواتف كذلك. إذن نلتقي في فيديو آخر. السلام عليكم.